بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا المنابر الاعلاميه اللي حضرات بكثره اللي لبت النداء باش تنجح هذه الندوه الصحفيه، اللي كنشكرهم من هذا المنبر. وكما كنقول ديما بان الصحافه هي من الناس اللي تقدر تنجح شي حاجه بيان سور، وتنجح المغرب الرياضي الفاسي لكره السله لا ولا وكذلك جميع الفروع لا كره القدم لا 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 الرياضات الاخرى. بالنسبه لحنايا لوبجيكتيف كما راه حنايا حطيناه كما شفتوه عاد دابا ورحنا ذكرناه، حنا لوبجيكتيف ديال هذه السنه هو انقاذ المغرب الرياضي الفاسي اللي كان ما كان عنده حتى شي واحد اللي كان غادي يسيرو. حنايا قمنا في الاول تطوعيا بينيفولمون، وحاولنا باش نخلصوا بعض المستحقات ونجاريو بعض لي ماتش، والحمد لله من بعد ذلك كما شفتوا رحنا تنصبت كرئيس منتدب لفرع كرة السلة. الأهداف ديالنا ولا لي زوبجيكتيف ديالنا بالنسبة لهذ السنة الانقاذ ديال المغرب الرياضي الفاسي، والسنه الاخرى اللي ما لا ان شاء الله، وان شاء الله بيان سور غادي نلعبوا على ادوار طلائعيه، وعلاش لا اون سي جامي، الا كانوا مستشهرين وكانوا بزاف الناس اللي عاونونا. اللي كنشكر من هذا المنبر السيد الوالي ديال جهه فاس مكناس اللي كيساعدنا بزاف، واللي حنا الباب ديالو على اي حاجه احتاجيناها ولا تشاوريا ولا اي حاجه. دونك هذا الا كان كما قلت لكم بزاف ديال الناس مستشهرين وجاو كانوا موارد ماليه يمكن نلعبوا على ادوار طلائعيه. باسم الهواري مدرب فريق المغرب الرياضي الفاسي فرع كره السله، تنشكر الجميع على الحضور هذه ديال هذه الندوه هذه اللي كانت هي تسلط الضوء على المكسب المسير الجديد ديال فريق المغرب الرياضي الفاسي فرع كرة السلة، اللي هو مكتب شاب برئاسة سي ياسين الكندري، اللي إن شاء الله كنتمنى له واحد المسيرة موفقة، لأنه كما كنقولوا الحمل راه ثقيل، ولكن بالكفاءات اللي عندهم وبالحيويه اللي عندهم، بحكم انني هاد الشهرين وهاد ثلاث شهور هادي يعني خدمنا مجموعين وحاولنا كنشوفوا حلول باش الفريق المغربي يمشي يهرب يعني من السقوط، لان كان في سخافه فريمون كان فريق المغربي ارتي اي للسقوط، ولكن تيبقى فريق كبير وتيبقى الرجال ديالو دائما غايرين على هاد الفريق هذا، منهم هاد المكسب المسير اللي هو كما قلت لك مكتب شاب بالعمر ديالو، ولكن تنتمنى ان شاء الله ما يكونش شاب بالخبره والتجربه والعطاء ديالو، غادي يكون كبير، لان يعني فريق المغرب الرياضي تيبقى فريق الالقاب وفريق اللي هو احسن فريق من ناحيه في الجهه متوج بالالقاب لا المحليه ولا القاريه. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.